رد للصحابة، هو ده القيد بقى الثالث. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. فأنا النهاردة عندما آتي إلى دليل عام لم يجري عليه عمل السلف، وبعض الناس بيتصور أن المعرفة هذا القيد مستحيل، يقول لك إيش عرفك أن السلف عمل ولا ما عملوش؟ الكلام ده يقوله جاهل، يقوله جاهل، لكن أهل العلم يعرفون. وعندنا حاجة اسمها كتب الإجماعات مثلا، كتب الإجماعات اللي كان بيعنى بها زي ابن عبد البر وابن المنذر والجماعة دول. فالدليل العام أو القياس الذي فشى في المتأخرين، أو الأخذ بالدليل العام الذي فشى في المتأخرين لم يجري عليه عمل السلف، هو ده اللي احنا بنحكم عليه أنه بدعة، بخلاف الدليل العام الذي جرى عليه عمل الصحابة سواء كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في المولد، نحتفل بالمولد النبوي، يقول القائل طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وجد اليهود يصومون، طب بتصوموا ليه؟ قال لك والله هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فيجي يقول إيه؟ يقول طيب يوم نجى الله فيه موسى هذا أولى ولا يوم بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تشغيل الدماغ بقى خلاص؟ أيهما؟ لا يشك إنسان إن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ده كلامهم يعني. فأنا سؤالي، الصحابة فهموا هذا الفهم؟ يعني نحن لا نختلف ابتداء على شيئين، الشيء الأول أن الصحابة كانوا أفضل منا، الشيء الثاني كانوا أفهم منا، الشيء الثالث كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا. دي ثلاث أشياء لا يماري فيها إنسان. فإذا كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع تكريم له، يبقى نسبنا الصحابة إلى التقصير في حقه. واحد من التابعين حاول أن يعني يتكلم مع حذيفة بن اليمن بمثل هذا، فبيقول له مرة، بيقول له لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الأرض. يعني كأن الصحابة قصروا في حقه، يعني أنت يا تابعي اللي أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، بتتصور أنك إذا كنت موجودا ممكن تفعل أكثر ما فعل الصحابة؟ قال والله ما تركناه يمشي على الأرض. قال يا ابن أخي أتستطيع أن تفعل ذلك؟ وحكى له حكاية واحدة بس، حكاية غزوة الأحزاب. والحكاية دي موجودة في صحيح مسلم، موجودة في عدة كتب. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام حب انه يعرف خبر القوم قريش والجماعة دول، فقال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة. طبعا ده كان الصحابة بأقل من هذا كانوا يقتتلون، ده وهو معي في الجنة يعني كأنه بشره بالجنة. كان الدنيا برد جدا وقتها، حتى انه ورد في بعض الروايات ان حذيفة بن يمان قال كان الواحد منا يحفر حفرة لنفسه يلتمس الدفء. وانت عارف الصحابة وجلد الصحابة، يعني قصة برد وحر والكبد وكانش عندهم فكونوا يحفر لنفسه في الأرض حفرة يلتمس الدفء، لك أن تتصور البرد كان شكله إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة دي، ولا حد قام، من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، ولا واحد قام ثلاث مرات. ودي مش عادة الصحابة أنهم يعملوا كده. فحذيفة بيقول فتقاصرته، كأنه دخل إيه، دخل في الحفرة شوية عشان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه. فقال له قم يا حذيفة. قال حذيفة ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. سبحان الله. فقام حذيفة فقال له ائتني بخبر القوم ولا تزعرهم علينا، ما تقلبش ما تحسوش بيك يعني. حسوش بيك. راح هناك حذيفة بن يمان، قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام. راح عنه ما يجد من البرد، وراح هناك وجد ابا سفيان يصطلي. ظهره عريان وفي نار وظهره بيتدفى يعني. فطلع القوس وهم انه يضربه يعني يديله سهم كده ولا بتاع، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر حكايه لحذيفة بن يمان حكاها. فالنهارده لما ياتي واحد يقول ان في جيل بعد الصحابه
كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، هذا كاذب أو غالط؟ فأنا عايز أفهم، إذا كان الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام تكريم له صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا سبنا الصحابة للتقصير في حقه وعدم الفهم أيضا. وعدم الفهم أيضا ليه؟ لأن النهاردة لما أقول يوم نجى الله فيه موسى ولا يوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعمل هذه المقارنة وأخرج طبعا بالنتيجة أن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ودي يحتاج إلى نص، حتى دي نفسها تفضيل يوم على يوم يحتاج إلى نص، ما يدخلش فيه مسألة هذا القياس، لأن القياس إنما يكون في المعقول، يعني في مثلا أحكام لا يدخل فيها القياس، إذا كانت العلة مقصورة على نفس الحكم لابد أن تكون العلة متعدية، فدي مسألة ما يدخلش فيها العلة المتعدية يعني. فأنا عايز لما واحد يقول هذا الكلام يقول لك عندنا دليل عام وهو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هل جرى عمل السلف على هذا؟ أبدا. معروف الاحتفال بمولد النبوي وتاريخه، وأن العبيديين هم الذين فعلوه وهم الذين ابتدعوه، لكن ما قبل ذلك في القرون الفاضلة ما كانوش يسمعوا عن هذا الكلام إطلاقا. فأنا ما أقدرش أجي أقول ده دليل عام، دليل عام أنزل تحت